بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم اسعد الله اوقاتكم بالخير واليمن والبركه. مساء جميل جدا عبر صفحتنا للدعايه والاعلان ابو عون. صباح جميل جدا لكل اللي معنا ولكل اللي جايين. بدنا نعمل لايف سريع بسرعه لانه الحجه مش موجوده وابو عون مستعجل عنده شغله الله يرزقه. المهم عندك التفاح ابو عون، في عندك نوعين، في نوع جوا الكيلو ب 80 قرش وفي برا الكيلو ب 65 قرش. احنا مدار عملنا لايف بس اليوم ان شاء الله اليوم الليمون ابو الليره وابو الدينار والربع طن ليمون. ماشي قديش؟ مش ابغى الدينار ولا ب 85 ب 75 9 كيلو ونص بليره. كيلو ونص بليره الليمون يلا. عندك الجزر ريبون 10 كيلو جزر، اي 10 كيلو مش بثلاث ولا بليرتين ونص بدينارين. بليرتين طيب. عندك الفوخ هي. في عندك حمراء وفي عندك صفراء وفي عندك خضراء. الوان الوان. الوان. مش بثلاث يا بعون ولا ولا بلرتين 75 ولا بلرتين نص بلرتين. طيب العنب قديش عليه العنب عندك بسرعه؟ العنب عندك اسود وفي كمان جاي على الطريق وفي عندك جاي على الطريق عنب؟ اه وفي جاي على الطريق قديش قديش؟ مش ب 75 ولا كيلو نص بليره بنص دينار. العنب بنص دينار الاسود والاخضر يا اخوان. ام ابراهيم عندها بطيخ وعندها بطاطا وجايه سياره من الخضره من السوق المركزي فيها خضره. ام ابراهيم بتقول عندك البصل كيلو البصل ب 39 قرش، البطاطا ب 49 قرش. يعني عنده عرض اليوم على الخضار وعلى الفواكه من ام ابراهيم ما دام فوق مدير الشرطه. ادعموها بالله عليكم. دمتم والى رعايه الله.